ومن مقر انعقاد المنتدى من شرم الشيخ، أجرى موفد التلفزيون المصري كريم بيبرس اللقاء مع محمد قادر من غانا وإسراء العقاد من المشاركين في المنتدى. نتابع. وما زلنا في متابعة مستمرة لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة والمحاور المختلفة التي يناقشها، ولكن الآن سنأخذ هذه المحاور في نقطة جديدة وهو اختلاف الثقافات وتقابل الإبداعات المختلفة والآراء المختلفة. معي الآن ضيفي على الهواء من غانا ومن مصر، نتحدث عن آرائهم عن المنتدى وما الذي استفادوه حتى الآن. سنبدأ الآن بضيفي الأول والأستاذ محمد قادر من Ghana. Nice to meet you here, and you're so glad to have you here in Egypt. First of all, tell me, what do you think about the forum in general? The forum was perfect, actually arranged for each لقد ناقشنا التنمية المستمرة والنمو الاقتصادي في ظل التنمية الاقتصادية المستمرة. وقد التقيت بكثير من الشباب المصريين هنا بالطبع، وتباحثنا في السبل التي قامت بها بلاد كل منا في مواجهة جائحة كوفيد 19، وكيف استخدمنا السبل الطبية في مواجهة الجائحة. In this pandemic era of COVID, بالطبع مثلا قلنا ان المريض عندما كان يحصل على هاتفه الجوال كان يستخدم هاتفه الجوال في الحصول على المعلومات الطبية اللازمة له لمواجهة الجائحة. Through the phone and then he could be diagnosed through it. When patients are in the rural areas, بالطبع مثلا كان البعض من الزملاء المصريين لا يعيشون في القاهرة العاصمة ذاتها بل في ضواحي بعيدة لمسافة طويلة عن العاصمة، ومع هذا استطاع استخدام هذه الطرق. With telemedicine, the patient can get access to a medical doctor in Cairo. محمد، تحدثت سيدي معي عن ماذا عن اختلاف الثقافات، واختلاف الثقافات هل يؤثر عليكم؟ لا، بالعكس، إن اختلاف الثقافات هو أمر هام للغاية. إن هناك لدينا مثلا التقينا بزملاء من الهند وزملاء من القارة الأفريقية وزملاء من مناطق أخرى من العالم، وبالتالي فكل منطقة كل هؤلاء الزملاء من مناطق العالم المختلفة كل منهم له أفكاره وقناعاته المختلفة، والمنتدى هنا بمثابة البوتقة التي تنصهر فيها وتتفاعل فيها كل هذه. Right, Mohammed, thank you. It was really nice to have you here on Channel One. Thank you very much. الآن يعني معي أيضا ضيفتي على الهواء الأستاذة إسراء العقاد من مصر. برحب بك يا إسراء. قولي لي انطباعك لحد دلوقتي، قابلتي أكيد وجوه جديدة، قابلتي شباب جداد، قولي كده انطباعك وآرائك إيه عن الموضوع لحد دلوقتي؟ هنا أصلاً كلها بهجة والكل مبسوط، يعني أنا لسه مقابلة دلوقتي محمد ولسه كنا عمالين نتكلم وندردش سوا. المنتدى طبعاً إحنا خلاص يعني إحنا مبسوطين إن المنتدى رجع تاني، لأنه طبعاً بيهدف لتعزيز أواصل العلاقات الثقافية والمجتمعية مع شباب الدول الأخرى، كان يعتبر منصة حوارية كبيرة جداً بنتناقش، بيبقى فيه أفكار، بيبقى فيه جلسات هامة، كان المنتدى كمان بيسلط الضوء على بعض القضايا الهامة اللي بنعيشها حاليا في العالم زي كوفيد 19، قضايا حقوق الإنسان، التغيرات المناخية، كمان التعليم عن بعد، كلها قضايا هامة. فاحنا كلنا هنطلع بأفكار وتوصيات وحاجات كتير حلوة، فأكيد يعني الموضوع مهم جدا يعني. طيب، قابلتي ناس من بلاد تانية، اتكلمتي معاهم، كان رأيهم ايه لحد دلوقتي؟ هما كلهم كانوا منتظرين ان المنتدى يتم اطلاقه من جديد بعد توقف طبعا بسبب كورونا. الكل مبسوط ان هو في مصر، وانا كمان بقى فخوره من كل التعليقات الايجابيه اللي بسمعها من الشباب المشارك. يعني يمكن كمان الاجراءات الاحترازيه يمكن مختلفه ومتنوعه المره دي كمان، يعني يمكن الجزء الخاص بالروبوتات، فكره انه الحاجه اليه، يعني ده اعتقد جزء من ما بعد جائحه كورونا واثار ما بعد جائحه كورونا، ان احنا محتاجين التحول الرقمي والديجيتاليزيشن عامه. فعلا، والموضوع ده اصلا موجود في المنتدى، هيتم مناقشته، يعني موضوع الكوفيد والتحول الرقمي وكل الحاجات دي موجوده اصلا حاليا. واصلا بعيدا عن كمان ده خالص، احنا من اول ما جينا في اجراءات احترازيه شديده من اول المطار، كل شويه بي سي ار علشان ان هم يطمنوا على اساس ان الدنيا كلها تبقى خاليه من كوفيد هنا في المؤتمر يعني. والحقيقه كمان الروبوتس لو شافتك هبش من غير كمامه هتوجهك
على طول انك تلبسك مهمة. شكرا ليكي جدا اسراء، وكما يعني شاهدنا سويا يعني تعليقات دايما مختلفه واراء واصداء مختلفه من الشباب المشاركين في المنتدى، اما المصريين اما الاجانب، ولكن ربما الاهم هو تلاقي الافكار وتلاقي الثقافات، والاهم ربما اخذ هذه الافكار والابداعات واستخدامها كتوصيات ربما في نهايه المنتدى. والان عوده اليكم مره اخرى.